للحديث عن تصريحات السفير الإيراني في العراق ضد متظاهري تشرين، معنا من الناصرية الناشط في التظاهرات السيد كاظم ماجد. سيد كاظم، بداية مرحبا بك، كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا بكم أستاذ وبقناتكم الكريمة، وفي عام وأنتم بألف خير. أهلا بك سيد كاظم. سيد كاظم، ماذا تعني لكم كمتظاهري تشرين هذه التصريحات الجديدة من السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق؟ اتهم ووصف متظاهري تشرين بالجوكرية. في الحقيقة إن هذه الاتهامات هي اتهامات تثبت بأن هذه الحكومة العراقية والأحزاب الحاكمة هي أحزاب ليست لها علاقة بالروح الوطنية الأساسية للشعب العراقي، بل هي أحزاب تابعة إلى نظام الملالي في إيران. المقارنة لهذه الأحزاب سيادة واستقلالية وتحترم نفسها كإدارة بلد وحكومة، لما سمحت لهذا السفير أن يتطاول ويتجاوز على الشعب العراقي ويتدخل بالشؤون الداخلية للعراق. لكننا نعرف جيدا بأن هؤلاء هم أدوات جاءت تنفذ إرادات خارجية ومنها إيران. نقول لهم وبملء الفم، هذه التصريحات التي أطلقها السفير الإيراني هي استفزازية ويعتبر انتهاك صارخ للسيادة العراقية. أما من ناحية أنه السفير يقول هناك تتقسم التظاهرات إلى قسمين، منها جوكرية ومنها مطلبية أو أصحاب مطالب حقه، نعم نحن نقول للسفير الإيراني ما تسميهم بالجوكرية هم الوطنيون الذين يطالبون بسيادة العراق وببناء دولة العراق وجعل العراق له دور فاعل في المنطقة تقوم على أساس احترام العالم واحترام الاحترام المتبادل لدول الجوار، ولا تسمح بالتدخل الخارجي للعراق ولشعب العراق. أما ما وصفهم بأصحاب المطالب الحقة فهؤلاء الذين دخلوا داخل المظاهرات باسم تشرين وفي الحقيقة هم تابعين إلى أحزاب ولائية تابعة إلى إيران، هؤلاء يعتبرهم السفير الإيراني هم أصحاب المطالب الحقة. يعني هؤلاء الذين هم تابعون للأحزاب، يعني تقصد أستاذ كاظم يعني هؤلاء الذين دخلوا مع ثوار تشرين وهم تابعون للأحزاب هم من تقصد بهم أو يقصد بهم السفير الإيراني المطلبيين، بينما أنتم ثوار تشرين الحقيقيون يسمونكم جوكرية. بالضبط أستاذ، ثوار تشرين الذين كانوا يرفضون النظام السياسي العميل، كانوا هؤلاء يهددون عروش النظام، وبالتالي هو طرد أو قطع يد النظام الإيراني من الدولة العراقية. هؤلاء تسميهم إيران بأنهم جوكرية، لأنه الناس وطنيون يرفضون الهيمنة، يرفضون العبودية والانصياع إلى إيران أو غير إيران. أما هؤلاء الذين كانوا قد دخلوا، ونحن نعرفهم جيدا، عدة ميليشيات دخلت إلى التظاهرات بعباءة تشرين. طيب، هؤلاء يسميهم السفير. طيب، هم أصحاب المطالب. لماذا دائما تصر إيران على تدخل بالشأن العراقي؟ لماذا تتدخل في كل شيء حتى في المتظاهرين المطالبين بالتغيير؟ ممكن إعادة سؤالك أستاذ؟ لماذا تتدخل إيران بالشأن العراقي إلى هذا الحد ودائما؟ إيران تتدخل، إيران ليس جديد عليها أن تتدخل بالشأن العراقي بهذا الشكل، فمنذ آلاف السنوات والنظام الإيراني أو القومية الفارسية يعني في زمن الملوك قبل الثورة، ما يسمى بالثورة الإسلامية، هم نهج واحد. طبعا الثورة الإسلامية ونظام إيران الملكي هم نفس النهج. النظرة الفارسية للدول العربية ولدول المنطقة هي تحاول أن تهيمن وتسيطر وتفرض إمبراطوريتها المزعومة على دول العالم، ومن ضمنها العراق هو البوابة الرئيسية للهيمنة على دول العالم. أطماع إيرانية مستمرة وعبر التاريخ وإلى الآن. إذن سيد كاظم، أمام هذه الاتهامات إلى أي مدى أثبتت تظاهرات تشرين أنها حراك وطني يحمل مشروعا شاملا لكل العراقيين؟ سيدي الكريم، تشرين هي انطلقت لإسقاط نظام سياسي فاسد
وانها قد عرت الاحزاب على حقيقتها. كان هنالك الكثير يشكك بان المتظاهرين هم اصحاب مطالب حقه او ان المتظاهرين ليس هم الوطنيون الحقيقيون، بل ان هذه الاحزاب الذي دخلت الى العراق تحت مسميات دينيه وطائفيه قد غررت بالكثير من الشعب العراقي. ولكن تظاهرات تشرين بعد ان قامت هذه القوى او هذه الاحزاب بقتل المتظاهرين واحتقالهم وعذبت الكثير وجيرت الجهاز مكافحه الارهاب وغيره لتعذيب المتظاهرين، فكشفت هذه الثوره التشرينيه حقيقه هذه الاحزاب، مما ادى الى يعني تغيير الرأي أو تحول الفكر بالنسبة للشعب العراقي. الكثير من الشعب العراقي فاعتبروا النظام الإيراني هو نظام تدخل ونظام استفزازي ونظام يحاول هيمنة على الدولة العراقية. شكرا جزيلا من الناصرية الناشط التظاهرات سيد كاظم ماجد.